الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة التي كل شيء. اللهم اجعل مثواه الجنة، اللهم اجعله مع الشهداء والصديقين وحسن ذلك رفيقا يا رب يا رب. وإحنا الله يصبرنا على فراقه، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. السلام عليكم، أنا الأخ ديال محمد أبرغون. الحمد لله على هذا القضاء اللي تصابنا به وهذا المصاب الجلال. الله يرحم المرحوم برحمته الواسعة، الله يجعل مثواه الجنة إن شاء الله. وكان نشكروا كاع الناس اللي سندتنا في المرض ديالو ولا في المحنة ديالو، الحمد لله. والناس هي اللي شاركتنا هذا العزاء وهذا المصاب الجلال، والحمد لله على كل حال. كنشكروا كاع السلطات اللي وقفت معنا واللي سندتنا في هذا الشيء هذا، والحمد لله على كل حال. والجمهور ديال اللي كيحبوا بزاف ديال تطوان والمغرب كامل، الحمد لله على كل حال، راه محبوب عند الجميع. وهذا قضاء الله وقدره صابينا به، والحمد لله حنا صابرين على حكم الله. الله يجازيكم بخير، وشكرا للجميع، كنشكركم بزاف والحمد لله. اولا كنبغي نشكر الناس كاملين اللي ساندونا في المرض ديالو وفي الموت ديالو، والحمد لله حنا صابرين على قضاء الله وقدره، وهذا ابتلاء من عند الله والحمد لله. وكنشكر الناس كاملين اللي وقفوا معنا وعاونونا والحمد لله. الاخ ديالنا ما سخيناش به، ولكن هذا مكتب الله والحمد لله. لاي حال، ان لله وانا اليه راجعون، هذا قضاء الله وقدره، نحمد الله ونشكره عليه. الله يرحم المرحوم، الله يغفر له، الله يجعله مع الشهداء والصديقين في جنات النعيم. وهذا الحمد لله من عنده، نحمده ونشكره. كنشكر جميع الناس اللي وقفوا معنا في هذه المحنة واللي سندونا واللي تكلفوا بجميع الإجراءات باش دازت في أسرع وقت، الحمد لله. يعني في خلال 24 ساعة المرحوم كانت تدفن، واخا كانت يعني في بلد آخر من تركيا للمغرب، ولكن الجامعة ولا الأصدقاء ديالو ولا جميع الناس ساهموا يعني باش الجثمان المرحوم يوصل في أقرب وقت. والحمد لله بالإرادة الله سبحانه وتعالى تيسرت الأمور كاملة، واستطعنا نجيو في أقرب وقت. إن لله وإنا إليه راجعون، هذا البلاء من عند الله سبحانه وتعالى، نحمده ونشكره. الله يرحمه، الله يغفر له. وكنشكر الجميع من الجامعة ولا الأصدقاء ديالو، وكان خاص بالذكر اللاعب الدولي المحترم الخلوق حسين خرجة، يعني اللي جانا في واحد الظروف اللي كانت صعيبة، وجانا في حشي ملاك من عند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله تكلف بجميع يعني تنقلات ولا بجميع يعني اللي كان سويت سيارة تما داروا في تلك الوقت هذاك، الحمد لله. بس سهلنا المأمورية أننا نجيو في نفس النهار، الحمد لله. كنشكره بزاف، يعني جانا في واحد الوقت اللي هو كنا شوية يعني بالأعصاب ولا ما كناش يعني عارفين شنو نديروا في تلك الوقت هذاك، ولكن الحمد لله يعني صردنا الله في حال ملك. وكان خاصة طبعا بالذكر الجامعة هي اللي تكلفت بالتنقل ديالنا ولا سهلتنا الظروف ديال الدخول ولا كل شيء. المهم الحمد لله على كل حال، كنشكرهم بزاف وجميع الناس اللي يعني بزاف ديال الناس، لائحة طويلة من الأصحاب ديالو ولا المرضي نبيل متوني، جميع الناس، بزاف الناس اللي ساندونا في هذه المحنة، بزاف لائحة طويلة. من بعد إن شاء الله غادي نخص بالذكر ديالهم إن شاء الله في القريب العاجل. كنشكرهم كاملين والحمد لله على كل حال. إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يا رب العالمين، وشكرا.